أغنية العيون السود أشهر أغاني الثنائي بليغ حمدي ووردة، رسالة الغرام اللي بسببها رجعت وردة لمصر وكمان للغنى. العيون السود الأغنية اللي أغلبيتنا حافظها ليها معنا قصة، أبطلها الملحن بليغ حمدي والمطربة وردة، كمان المطربة نجاة الصغيرة ليها معنا دور في القصة. فيلا بينا نعرف سر الأغنية دي مع أبطلها. بليغ حمدي ووردة الجزائرية الثنائي الفني الناجح جدا، وقصة الحب اللي بدأت من أول ما وردة سمعت أغنية تخنو اللي غناها عبد الحليم حافظ وكانت من ألحان بليغ حمدي، وكان الحب من طرف وردة، أما طرف بليغ بدأ بمجرد ما شافها وسلم عليها، وده اللي قاله في حوار من حواراته. قال: أول ما شفتها وسلمت عليها حسيت بإحساس عمري ما حسيته، وبدأت قصة الحب بين بليغ ووردة، ووقتها قرروا إن حبهم يتكلل بالزواج، بس والد وردة كان له رأي تاني، رفض بشدة ورفضه كان قاطع، وقرر فورا إنه يجوز بنته من الضابط جمال واللي بدوره رفض وجودها في الفن رفض صارم، فتجوز ورجعت الجزائر وهناك خلفت ولادها رياض ووداد. حياة وردة الشخصية فضلت مستمرة، وكمان حب بليغ لوردة فضل مستمر وما وقفش، وكان عايش على أمل إنهم يتجمعوا تاني. وفي يوم من الأيام كان قاعد مع الشاعر محمد حمزة وبدأ يكتب: وعملت فينا إيه السنين؟ فرقتنا؟ لا. غربتنا؟ لا. ولا دوبت فينا الحنين. بليغ ما قدرش يكمل باقي الأغنية وطلب من محمد حمزة إن هو يكملها بداله، وكملها حمزة فعلا، وكان من المفروض إن نجاة الصغيرة هتغنيها، وفعلا مضوا العقود مع بعض، بس طبعا حب بليغ كان له رأي تاني خالص. فبعد 10 سنين من جواز وردة ووجودها في الجزائر سافر وفد من الفنانين للاحتفال بعيد الاستقلال الجزائري، وطبعا بليغ مش هيفوت فرصة زي دي، وكان متواجد مع فنانين زي محمد رشدي وهدى سلطان والشاعر محمد حمزة. ولما وردة عرفت بوجود وفد من الفنانين زارتهم في الفندق، بليغ أول ما شاف وردة قال لها: مش هترجعي بقى يا وردة، وقبل ما يستنى الرد منها مسك العود وغنى لها: وبحبك والله بحبك، قد العيون السود بحبك، وانت عارف ما انت عارف قد ايه العيون السود كتيرة وجميلة في بلدنا يا حبيبي. وعلشان محمد حمزة يهدي الأجواء اللي حصلت قال: بليغ بيعبر عن الوسط الفني كله اللي حابب انك ترجعي لنا تاني يا وردة. فقالت وردة وهي بتعيط: حلوة قوي الأغنية دي يا بليغ، كملها. بس بليغ قال لها ان الأغنية لسه مش كاملة وانه يدوبك كتب المقطع ده. فردت وردة وقالت له: لو كملتها هسمع كلامك واغنيها. وطبعا انتم متخيلين حالة الفرحة اللي بقى فيها بليغ وقتها، لدرجة ان الموجودين بيقولوا انه تحول لطفل صغير بيجري ويتنطط طول السفرية لحد ما رجعوا مصر. وكانت اخر كلمة قالها بليغ لوردة قبل ما يسافروا مصر: حرام عليك تحرمينا وتحرمي جمهورك من فنك، ياريت راجع حساباتك. وبعدها سافر. وفضلت كلمات بليغ ترن في ودن وردة اللي حست ان مكانها مش هنا، ولما بلغت جوزها انها هترجع للفن رفض تماما، فقررت انها تطلب الطلاق وترجع مصر. وفعلا سافرت وردة في نفس السنة اللي شافت فيها بليغ واللي كان بدوره مستنيها في مطار القاهرة، وده كان بمجرد ما عرف ميعاد رجوعها، وطبعا كان معاه الغنوة اللي كانت سبب في رجوعها، العيون السود، واغاني كتير وسيناريوهات افلام ومسرحيات. وفي أول حفلة لأضواء المدينة غنت وردة الأغنية اللي نجحت نجاح كبير، لدرجة إن المخرج حمي رفلة حب يستثمر نجاح الأغنية دي ويحطها في الفيلم اللي هتمثله وردة. الفيلم كان مع الفنان حسن يوسف وكان بيتسمى بالعيون السود، بس اتغير اسمه بعد كده وبقى اسمه صوت الحب. أما عن نجاة الصغيرة البطل الثالث لأغنيتنا هتظهر وهي في قمة غضبها، لأن الأغنية كانت ليها من الأول، وطبعا رفعت قضية على المؤلف والملح وتقرر إن الأغنية تتمنع من العرض، وده لحد ما تخلص المشاكل والقضايا بين الطرفين. وفعلا كسبت نجاة القضية وفضلت مصممة على موقفها إن الأغنية تتمنع من العرض، لحد ما راح لها بليغ حمدي وطلب منها الصلح بعد فترة كبيرة، وفعلا نجاة قبلت الصلح علشان ترجع الأغنية للنور من تاني. العيون السود يا حبيب هي اللي رجعت وردة لمصر ورجعت بليغ لحب عمره وردة. يا ترى كم حد كان يعرف قصة الأغنية دي؟ واللي ما يعرفش يا ترى حبيتوها؟ طب يا ترى حابين تعرفوا قصص لأغاني تانية؟ شاركونا بأرائكم في التعليقات، والسلام عليكم.